اسعدتم اوقاتا مشاهدينا. اكد المهندس باسل هويس مدير عام المؤسسه العامه للسكر، اكد ان المؤسسه اتمت استعداداتها لاستقبال موسم الشوندر السكري للعام الحالي. وقال هويس انه تم تجهيز شركتي جسر الشغور وتل سلحب بالكامل لاستقبال المحصول اعتبارا من بدايه الشهر السادس. وأوضح أن الأسعار أسعار الشوندر المعتمدة للفلاحين هي نفسها في العام الماضي، لكونه لم يصدر أي نشرة أسعار جديدة من الجهات الوصائية حتى الآن، مبينا أن المؤسسة العامة للسكر خططت لتصنيع 1,300,000 طن شوندر، إلا أن تقديرات وزارة الزراعة لهذا الموسم كانت 400,000 طن، مؤكدا أن المؤسسة قادرة على استلام هذه الكميات وتصنيع. كشف البنك المركزي الأوروبي أنه يدرس استخدام صلاحيات المراقبة الإضافية التي سيحصل عليها العام القادم من أجل الكشف عن المصارف الضعيفة وتحديد حصولها على المساعدات المالية الأوروبية. وتوقع المركزي الأوروبي أن يساهم هذا الإجراء في توجيه التمويل إلى المصارف والمؤسسات ذات الأهمية بالنسبة للمنظومة المالية بأكملها. وأعرب البنك عن أمله في أن يدفع هذا القرار البنوك المركزية في الدول الأوروبية إلى أخذ مشاكل مصارفها الضعيفة على محمل الجد وحلها نظرا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الأوروبي. أعلن رويال بانك أوف سكوتلاند في بريطانيا عن نيته خفض نحو 1,400 وظيفة خلال العامين المقبلين في خطوة وصفتها الاتحادات العمالية بالوحشية وغير المسؤولة. وبرر البنك خطته هذه بالقول إن خفض الوظائف هو جزء من الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مكاتبه في بريطانيا. من جهتها وصفت أكبر نقابة في بريطانيا التخفيضات هذه بأنها وحشية وغير مسؤولة. وقال دومينيك هوك المسؤول في الاتحادات العمالية إن الوقت حان لكي تتحمل البنوك مسؤولياتها الاجتماعية على محمل الجد بعد أن أعلنت عدد من البنوك الأوروبية عن خطط لتسريح آلاف العمال. وإلى أسعار الذهب، حيث تراجع سعر الذهب للجلسة السابعة على التوالي اليوم في أطول موجة هبوط في 4 سنوات، بعد أن قال جون ويليامز رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، قال إن المركزي الأمريكي قد يبدأ في الحد من إجراءات التحفيز هذا الصيف. وبدد ذلك ارتفاعا قصير الأمد في أسعار الذهب بعد سلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة، ليتجه المعدن النفيس لتسجيل هبوط جديد. وقبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة والصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ليلة طيبة أتمناها لكم، عودة إلى كريم أول مرة. شكرا مروى. قبل الختام لم يبقى أن نذكر